دي خامس سيشن من كورس الارتوس. النهارده هنتكلم عن السيمافورز والميوتكس والسينكرونايزيشن. اول حاجه بس هنرجع على الميوتور اكسكلوجن، قلنا المره اللي فاتت الفكره ميوتور اكسكلوجن بيضمن لي ان جزء واحد في الكود او ريسورس واحد ما ينفعش غير اكتر من تاسك واحده او حاجه واحده تاكسسه. عندي ريسورس عايز حاجه واحده بس تاكسسه، دي فكره الميوتور اكسكلوجن، شرحناها المره اللي فاتت. فانا بس انا هقول حاجه مش دقيقه قوي وهعدلها في اخر السيشن عشان بس هو الريفرنس شغال بالطريقه دي. دي الطريقه الثالثه ممكن نستخدمها، اللي هي السيمفورس. ايه فكره السيمفورس؟ ده زمان كده كان بتاع ده اسمه سيمفور، وفي قطر عشان يمنعوا الحوادث كان القطر يعدي، بعد ما يعدي على السيمفور ينزله، فيجي القطر اللي بعده يعدي يلاقي السيمفور نازل فما ينفعش يعدي، هو عارف ان الجزء ده فيه قطر عشان ما يعملش حادثه. ده يعدي هنا خلاص السيمفور ده يرفع والسيمفور ده ينزل ويكملوا، عشان يبقى دايما في مسافه بينهم، مسافه بين العمودين دول السيمفورين دول. هي دي فكره السيمفور. نفس الفكره دي بنستخدمها في البرمجه. عندك مثلا برينتر ما ينفعش غير حد واحد بس يأكسسها. لو مثلا دخلت كتبت حبه كلام وواحد تاني يبعت له حبه كلام، ما هيطلع الورق مش مفهوم، فبيبقى في سيمفور واحد بس اللي بياخده. تيجي مثلا تاسك دي تاخد السيمفور، تيجي دي لو جت دي ودي واخداها مش هتعرف تاخده، هي واحده بس بتاكواير، بعد ما تسيبه التانيه تيجي تاخده. طب مثلا ده الاكزامبل بتاع المره اللي فاتت، التانك داتا هي الشيرد ريسورس بتاعي، فقبليه وبعديه هاخد السيمفور واسيب السيمفور في كل حته بستخدمه فيها. فمثلا لو دي شغاله خد السيمفور، مثلا الفرض مثلا محدش واخده في الاول، اعدل في الداتا وهي بتعدل فيه، جت دي قررت تشتغل قطعتها ماشيه، خد السيمفور. هل لو السيمفور ده اساسا حد واخده حتى لو قال لي بريورتي منها، هتبلوك دي، هتروح بلوك ستيت لحد دي ما تكمل البروسيسنج وتريليز السيمفور. اول ما تريليز السيمفور دي هتتشال من بلوك وترجع تاني ريدي، ودي اعلى بريورتي فدي هتشتغل بعديها على طول. فانا كده حميت الشيرد ريسورس بتاعي اللي هو وانا بعدل فيه ما حدش ينفع يقطع. في نفس الوقت كمان سمحت للتاسكات الاعلى بريورتي انها تشتغل، يعني مثلا دي شغاله هنا في النص وفي تاسك تالتة اعلى بريورتي من الاثنين دول او اعلى بريورتي من دي بس، وجت قطعت دي وهي بتعدل الفاريبلز بتاعتها مالهاش علاقه بالفاريبلز دي، هتشتغل مش هبلوكها. يعني في الانتربتس كنت بموت السيستم كله، كل التاسكات الهاي واللو بريورتي انا كده مانعها هتشتغل، انما هنا لو في تاسك اعلى من دي ومش معتمده على الحقيقه على الشيرد ريسورس ده فهي هتشتغل، فكده احسن كتير. هو في الواقع كمان يعني الفانكشن هنا مش واخده بارامترز، في الواقع هتاخد بارامترز اسم السيمفور، ان انت ممكن يبقى عندك اكتر من سيمفور في السيستم، بس ده سودو كود كده. في حاجه تانية اسمها انكابسوليتنج سيمفورز. الانكابسوليشن ان انت مش هتوري التاسك السيمفور اساسا، مش هتقول لها تيك وريليز سيمفور، هيبقى السيمفور جوه الفانكشن ده. مثلا ده كوميونيكيشن، وهو قبل ما مثلا ما تقرا او تبعت بياخد السيمفور يعمل الاوبريشن بتاع الكوميونيكيشن ويقفل السيمفور. التاسكات مش شايفه، هي عايزه حاجه، عايزه تسند كوماند، سند كوماند من غير اي حاجه قبلها، والدرايفر هو اللي بيحمي نفسه. ده اكزامبل مثلا، ده مثلا فانكشن بتعدل في الوقت مش عارف تعمل سكندز وكلام، فهي بتاخد السيمفور وبتجيب السيمفور في الاخر، ده اسم السيمفور زي ما قلت. وعندك فانكشن تانية برضه بتعدل في الوقت، ده حاجة تانية، فبتاخد السيمفور وتسيبه في السيمفور. عندك كذا فايل بقى هنا، الفايل ده بيستخدم الفانكشن دي بطريقة عادية جدا من غير ما ياخد سيمفور او يسيبه، لان هي محمية من جوه اساسا. فلو ده انهي الفانكشن دي، الفانكشن دي شغالة خدت السيمفور شغالة في النص، جت دي قطعتها من الفانكشن دي برضو هتخش هتيجي بتاخد، فهستنى هتبلوك لحد ما يسيبها. انت هنا بتخبي السيمفور من اليوزر انه ما يستخدموش غلط، ياخده ما يسيبوش مثلا او يعمل فيه اي مشاكل. مثلا لو خدت السيمفور وما سبتوش فالتاسك التانية هتبدأ بلوك ده على طول جدا، فدي مشكلة. مشاكل اللي ممكن تحصل بالسيمفور، في نوعين من المشاكل، في مشاكل اللي هي زي دي بسبب البروجرامر ذات نفسه، تنسى تاخده، تنسى تعمل له ريليز زي السائل، تاخد سيمفور غلط اساسا، تحط اسم غلط، تاخده غدة طويله جدا في كل التاسكات التانيه، تعمل السيرف، تضيف بلوك ستيت كتير. دي مشاكل يعني ممكن تتحل بسهوله انت تبص في الكود تعرف. انما في مشاكل تانيه معقده اكتر، حاجه اسمها بريوريتي انفيرجن. بريوريتي انفيرجن يعني عندك تاسك عندها لو بريوريتي هترن قبل تاسك عندها هاي بريوريتي، وده مش المفروض يحصل. ازاي؟ مثلا عندي تاسك سي وتاسك ايه دي هاي بريورتي ودي ميديم بريورتي ودي لو بريورتي، التاسك سي و ايه بينهم شيرد ريسورس، فجت سي رنت
عادي جدا. جت بي عندها بريوريتي اعلى من سي، هتشتغل بي، حلو جدا. جت بي جت ايه عندها بريوريتي اعلى من بي، هترن، حلو جدا. بي كانت عايزه تاخد ريسورس معين سيمفور، كانت سي اساسا واخداه، هتبلوك. يجي السيستم يبص مين اعلى بريوريتي في السيستم، بي، فهيران بي كلها. بعدين بعد ما ران بي كده كده ايه، لسه بلوك دي، ران سي بعد كده ران ايه كده، بي رنت قبل ايه، بي ما لهاش علاقه بالريسورس اساسا، مش ده المفروض يحصل يعني. ايه بي رنت كلها قبل ايه، كان المفروض يعني سي دوبك تخلص السيمفور وترجع تاني ايه تشتغل، انما كده كده بي رنت الاول، كده دي حاجه اسمها بريوريتي انفيرجن، كده بي قال بريوريتي من ايه رنت قبلها، رغم ان كانت ايه المفروض ترن دلوقتي. ده نفس الاكزامبل بس بطريقه ثانيه يعني. جت تاسك 3 اشتغلت، هي لو بريوريتي، جت 1 قطعتها اللي هي هاي بريوريتي، جت بلوك، جت بلوك على السيمفور، كملت 3 ما لحقتش ترجع السيمفور، فجت بي اللي هي 2 يعني اشتغلت خلصت، جت سي سابت السيمفور، جت 3 سابت السيمفور، جت 1 كملت اكسكيوشن، كده بي رنت كلها قبل 1 رغم ان 1 كان المفروض ترن من هنا. ده اسمه بريوريتي انفيرجن. ازاي بتحل حاجه شبه كده؟ تعمل حاجه اسمها بريوريتي انهيرتنس. انهيرتنس يعني بتورث منها البريوريتي بتاعتها، التاسك اللي عندها لو بريوريتي بتاخد بتورث البريوريتي بتاعت الهاي تاسك. ازاي؟ جت تاسك بي، جت تاسك شغاله تمام، ايه اشتغلت ايه بلوك على حاجه في سي، ساعتها هنا سي الاوبريتنج سيستم هيغير البريوريتي بتاعتها، يخليها قد ايه مثلا او اعلى من ايه، فلما تيجي بي تشتغل هتلاقي سي عندها بريوريتي عاليه مش هتعرف تقطعها، فسي تشتغل وبعد كده ايه تشتغل على طول. ف اللي هيحصل ايه، ان تاسك 3 هتاخد البريوريتي بتاع تاسك 1، فجت 3 رنت، 1 رنت، 3 رجعت تاني، المره دي بقى رجعت معاها بريوريتي بتاع قد البريوريتي بتاعت 1 اللي هي اعلى من 2، فلو جت هنا في النص ده 2 عايزه تشتغل مش هتعرف تشتغل، هترن لحد ما تسيب السنفر، اول ما تسيب السنفر ترجع 1 على طول، 3 ترجع على طبيعتها لو بريوريتي، 1 هاي بريوريتي، 1 تخلص 2 تكمل حتى قبل 3 عشان عندها بريوريتي اعلى، فكده كل حاجه مشيت لطبيعتها. دوبك 3 خلصت حته الشيرد ريسورس، 1 رنت عادي قبل بي، قبل او قبل 2 يعني. في مشكله تانية بتحصل اسمها ديد لوك. ديد لوك يعني تاسكتين يقفلوا على بعض، كل واحده ماسكه سيمفور من التاني والاثنين مش عارفين يسيبوا بعض، دي عايزه ده يسيب السيمفور ودي عايزه ده يسيب السيمفور. يعني بص هنبص هنا في الكود، وهنا يعني الاكزامبل هو قاصد يعمل ديد لوك قصد يعني، مش بيوريك الفكره، ما حدش يعني هيكون بيعمل حاجه بالغباوه دي. فالتاسك دي هتاخد ايه بعد كده، لو دي رنت خدت ايه، بعد كده جت دي رنت خدت بي، جت دي تاخد ايه، ايه متاخد اساسا فهتبلوك، جت دي تاخد بي فبي متاخد اساسا فهتبلوك، كده دي بلوك ده على طول خلاص، ودي بلوك ده على طول خلاص، كده التاسكين دول ماتوا في السيستم. طبعا الموضوع مش بيحصل بطريقه واضحه شبه كده، الموضوع بيحصل اسوء من كده كتير يعني، حاجات ما تبقاش واضحه، فلازم يعني تخلي بالك وانت تستخدم من اكتر يعني سيمفور اكتر من تاسك بتستخدمه، هل ممكن يحصل ديدلوك او ممكن ما يحصلش، ممكن يقفلوا على بعض بطريقه ما. السيمفورز بقى ليه نوعين، كل اللي اتكلمنا عنه اللي فاتت ده كان اسمه باينري سيمفور، هو يا لوك يا انلوك، يا متاخد يا مش متاخد، يا وان يا زيرو. في حاجه تانية اسمها كاونتنج سيمفور. الكاونتنج سيمفور ده لو عندك ريسورس ممكن مثلا 5 اكسس في نفس الوقت، هو الريسورس نوعه كده، فانت هتسمح للريسورس ده ليه قيمه، يعني مثلا جا واحد دخل فيبقى 1، جا واحد تاني دخل بقى 2، واحد طلع بقى 1 تاني، جا واحد بقى 2 بقى 3 بقى 4، اول ما يوصل 5 اي حاجه هتيجي زياده هتبلوك، هو هيسمح لك عدد معين اكسس ياكسس الريسورس. زي ما قلنا هنا ممكن يستخدم اكتر من مره. السينكرونايزيشن ان انت عايز تخلي حاجات تشتغل بترتيب معين، يعني مثلا في حاجه معتمده على الحاجه التانيه وعايز تشتغل بالترتيب ده، يعني مثلا عندك تاسك بتجيب داتا من مكان ما، وتاسك تانيه بتعمل انكريبشن على الداتا دي، فالتاسك الانكريبشن مش هتشتغل لما غير لما الداتا تيجي. فببساطه التاسك اللي بتاعت الانكريبشن تبقى بلوكت على سينفر، والسينفر ده مش هيريليز غير التاسك بتجيب الداتا، لما تاخد الداتا تعمل ريليز السينفر، الداتا جت خلاص فالانكريبشن اشتغل. دي فكره السينكرونايزيشن بيستخدم فيه السينفرز، هي بتستخدم عشان تحقق حوار السينكرونايزيشن ده، وده استخدام الطبيعي بتاعها. في الاول قلت في حته هعدلها، هي الحته دي في الواقع اللي بيستخدموه في الميوتكس اكسكلوجن بيبقى اسمه سيمفور، اسمه ميوتكس. الريفرنس هنا كان شغال بالسيمفور، هو الموضوع معتمد على حسب الارتوس. الميوتكس وبين السيمفور شبه بعض جدا، هما تقريبا نفس الحاجه، ففي ارتوس مش بيديك حاجه اسمها ميوتكس، هو عندك باينري سيمفور تستخدمه في السينكرونايزيشن لو عايز ترتب حاجه،
او تشتغل او تستخدمه في الميتو والاكسكلوجن، هو باينري سيمفر. في ارتوس تاني بيديك، لا بيديك ميوتكس ده بتاع الميتو والاكسكلوجن، وبيديك سيمفر باينري سيمفر بالذات ده بتاع السينكرونايزيشن، في فرق بسيط ما بينهم. في الفري ارتوس مثلا الميوتكس جواه بريوريتي انهيرتنس، هو بيحقق البريوريتي انهيرتنس عشان يعني موضوع البريوريتي انفيرجن. انما في هتلاقي ارتوس تاني مثلا هو الباينري سيمفر بيستخدم كميوتكس. فبس وضح الحته دي عشان يعني الكلمه دي هتشوفها كتير. بس كده وشكرا.